وينضم إلينا من رام الله الأستاذ جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات والسياسات لمزيد من التحليل والمتابعة. أستاذ جمال أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني تابعنا كلمات المندوبين الدائمين في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، يعني كما لاحظنا سواء كان بريطانيا أو فرنسا تحدثت حتى عن التصعيد في الضفة الغربية وأكدوا على ضرورة العودة إلى حل الدولتين. كيف ترى التغير في الموقف الدولي في الأمم المتحدة من خلال هذه الكلمات التي استمعنا إليها في مجلس الأمن؟ يعني أولا هناك عوامل تجعل من الضروري أن يحدث مثل هذا التغيير. أولا حجم الإبادة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء ما يتجاوز 17,400 شهيد، منهم أكثر من 7,500 طفل وأكثر من 6,000 امرأة، بالإضافة إلى حوالي 7,000 وعدة مئات من المفقودين. هذا بالإضافة إلى ما يزيد عن 40,000 من الجرحى، وبالتأكيد في ظل يعني قصف المستشفيات المستمر، يعني الأغلبية الساحقة من هؤلاء حياتهم معرضة للخطر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني الانتفاضة الكونية ضد ما يجري من يعني حرب إبادة ضد إسرائيل بالتأكيد تترك أثرها على صناع القرار في العالم.